ألف لام ميم. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن. سفراء الذكر يا ابناءنا يا حافظين. الحمد لله، الحمد لله الذي أرضى أرضى تقبل الله يا حافظين للهدى. وعطر الياسمين أنتم شوق أمانينا، وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. أنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك، أسأل الله بأن ترضى. وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، أم تسأل فرجا فخرج ربك. ذلك بما أتوا وكانوا يكتدون. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله اليوم عليكم مسكين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا. وتبين الرشد من الغي فمن يكفر على نعمائه دنيا ودين. بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم. على نعمائه دنيا فذبحوها. يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء من يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففار بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يمحو
معتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب السماء عليكم مضرارا وينذركم من أموال وبنين واجعل لكم جنات هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح فالقرآن نجا ففاض بحب كتاب الله أشرق قلب بالقرآن فشكرا يا رب اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح تجري من تحتها النار بها من المغرب فسد الذي كفر والله لا يهدي القوم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تعطيهم الرحمن نتطلع لرضا بهم الإجلاء بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يا رب إن الجبال الشاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ حفاظ في الأزمان ولولا دفع الله إلى سبعتهم ببعض اللون في سلسلة زرهار على القرآن لا تبخل به فالخير دوما فالخير دوما فالخير دوما للورى مردود الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه وعملت فيه وعملت فيه
عاملا ومعلما شاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجا القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح ما بقى القرآن منتعب تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران.